إثر القرار الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوضع تشاد ضمن الدول التي يمنع مواطنوها دخول الأراضي الأمريكية، فقد أصدرت الحكومة التشادية بياناً على لسان وزيرة الإعلام الناطقة الرسمية باسم الحكومة تطلب فيه من الرئيس الأمريكي مراجعة هذا القرار. Les ressortissants sont interdits d'entrer sur le territoire américain. إن حكومة جمهورية تشاد تلقت قرار الحكومة الأمريكية بوضع تشاد ضمن لائحة الدول التي يمنع مواطنيها بدخول الأراضي الأمريكية، وهذا القرار مفاجئ ولم تتوقعه الحكومة التشادية، وعليه فإن الحكومة التشادية لم تفهم التهم التي أدت إلى منع مواطنيها بدخول الأراضي الأمريكية. وإن هذا القرار يؤثر في جهود تشاد تجاه مكافحة الإرهاب الإقليمي والدولي، فإن الحكومة التشادية تطلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التراجع عن قراراته والتفكير في توطيد العلاقات بين البلدين لصالح الشعبين، وستظل تشاد مفتوحة للحوار والمناقشة من أجل التعاون والتنسيق الجيد مع الحكومة الأمريكية في مجال محاربة الإرهاب، ولتفادي مثل هذه القرارات والمعاملة بالمثل من الحكومة التشادية، لذا تدعو من أجل العمل لمصلحة البلدين. ne pas être amené à user du principe de réciprocité dont l'application serait préjudiciable aux intérêts des deux pays.